صباح الخير جميلة. صباح الخير سيد توفيق. لميمي راحت الحمام وخلتني أنا مع السيد. قولي لي صح، زعفاتك سمعتك تهضري وحدك؟ مسكينة، لو كان عطاها ربي، لو كان راهي مع عروستها الله الله، ولاد وليدها دايرين بيها، مرة تروح لعند هذا، مرة تروح لعند هادي. جميلة بديتي تصدعيني. سنصدعك سي توفيق، لو كان شت لميمي مسكينة ملي طلع ربي النهار وهي تطلب يا ربي. خير ان شاء الله. قالت لي التوفيق يتزوج مع اللي يحب، ما يفرطش غير في ولادو برك. هي تقول هكذا السي توفيق؟ لميمي راك عايش معاها كيما انا راني عايشه معاها. قالت لي لو كان ماشي بزاف عليه المصروف نقولو يبعتني للصفر ويدير في غيابي كيما يحب. سي توفيق حابه تسافر تشوف البلدان قبل ما تطيح في الركنه. جميله شوفي فيا، هذا كلامها ولا كلامك؟ سبحان الله سي توفيق، هي اللي خبات لك واغط. وعلاش؟ واش من فايده يا حليلها السي توفيق؟ خايفه تتزوج وتطفر فيها هي. انا راح ندير هذاك، انا ندير هكذا. السي توفيق ما تقولش، الرجال كيتزوجوا يتبدلوا وكيبداو ينساهم، يعمروا لهم في ودنيهم، ينساو والديهم اللي رباوهم. جميله كان رجال من رجال، انا ماشي كيف كيف تعرفيني. وزادت قالت لي لو كان يديني لعند صاحب هذا اللي يسكن في راس الجبل قبل ما يتزوج بهذه فريال، خافت للدور عليها وتقول لك لا لا ديني انا. هذا ما كان، هي نبعتها مع ولادي وانا من بعد نروح مع فريال. سي توفيق انا تاخذ رايي، ابعتها وتزوج في الغيبيه هكذا، ان ما تشوف وقلب ما يوجع. انا ماذا بيا تحت وتفرح في العرس ديالي. جميله جميله سي توفيق، ما تنساش بلا ما تعلم فرحها، وما تزيش تنسى انا ما قلت لك وانت ما سمعت. لميمي صحاح حمامك. وعلاش ما تقولش شو تهضر مع جميل؟ هيدا 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 سيدي انت بدي روحك. طالع هم با فوق قالوا قالوا فوق ريحة النار. هادي انت يا زينب؟ واو والله ما عقلتك ياك بدلتي. صباح الخير سي ابراهيم، هذه هي العاصمة. صباح الخير بنتي، واش كنتي في الدار؟ لا لا تقلقت شوية قلت نفوت عندك. قلقتك في ريال ولا مال؟ يعني قولي لي، على خاطر اليوم نهارهم عزك بزاف وما نحب حتى واحد يدنا لك. يسلمك سي ابراهيم، ما عملوا لي غير الخير. وشنو واحد المرأة راهي تقول كنت تعرف باب الله يرحمه؟ ما فهمتش. هاد المرأة كذبت عليه، قالت بلي تحس مرة وقتلها. يا لطيف. أما حكات لي ياسمين، وكي طلبت من فريال باه تقدمها لي رفضت. تعرفي اسم هاد المرأة؟ على حسب أمان يسموها الزينة. زينة؟ تعرفها سي إبراهيم تقدمها لي. يا ودي مسكينة هذه، وليدها دحساتو كروسة كي كان عنده 6 سنين، وطريب هبلت دخلت السبيطار و يا ما لا تكذب. يا ودي تضرب وتخطي. كلمة صحيحة وعشرة حي علينا. وحنا كلمنا خويا في البلاد قلنا له رانا وجبنا ذيك المرأة اللي كانت تعرف بابا باه تحكي لنا سره. سره؟ سامحني سي إبراهيم، كما تقول خالتي مريم أنا ما قلت وأنت ما سمعت. ابقى على خير. سلامة سلامة سلامة. سلام.
مالا على حسب كلامك جميلة هذه قفزة. وشنو؟ قفزة بار إبليس يحير فيها. وآخرتها؟ آخرتها تبعت رايها يما تروح مع خالتها وولد خوتها ومن بعد كي ترجع ندير حفلة. صحيح. ومنها وعدة ومنها فرحة ديالنا. ولو كانت ساعة في يمك؟ خاطي وين علاش مالا خلصوا خالت يما غير باش نتما ساعة على ساعة ترمي لها كلمات باش تولفها ومن بعد تقول لها الحقيقة. ياك يقولوا الدوام يتقب الرخاء. صح يمك وفريناها معها وبنتي وبنتك كيفاش؟ هذوك ساهلين ساهلين. أنا خممت على كل شيء. أسبوع من بعد الفرح ياك ياخذوا العطلة. ها ومادام يحبوا هاد العواد أنا عندي صاحبي يسكن واحد 100 متر قريب المركز تاع العواد وعندو دار شابة يسلف عنا وحنا تهنينا ما نشوفوهمش مدة. العطلة خلاصت ومن بعد؟ شنو من بعد؟ بنتك تسكن عندنا. شنو؟ في بيت هنا؟ أمل 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 وشنو؟ جاوبيني ولا ما رحتيش المدرسة؟ أني ساتي سقساتني عليك وما عرفتش كاع واش نجاوبها. خلاص حنبطل. هبلتي وماما كبرت يما ما على بالهاش كاع بيا راح تزوج بهذا التوفيق. على بالي. شكون قال لك؟ سمعت هانا كانت تهضر مع راديا وتقولها بلي باباها خطب يماك. وين راهي هانا؟ ما على باليش راحت لدارهم وحلفت ما تزيد ترجع المدرسه. ياسميني سجيك جي معايا نحن نحضر معاها. ما نقدرش عندي شغل وماما ما تخلينيش نجي معاك. صار كي جات فيا عندك شغل قاعد تكرهوني صح ما عليش. ما نقدرش. هيا اعطي ريح لرجليك. اسمعي ماشي كل ما تدوسي معايا تخرجيني من داركم. ما هيا جيبي كوبيه وروحي لداركم. راني رايحه وان شاء الله هانا تعمل فيك حاله. هيا روحي روحي. هاي نسر بيك رجعت على سلامتك. الله يسلمك. ياسمين كم تا واحد راني وحدي. عندي ايامات ما جيتش توحشت ياسمين. علاش ما رايش تدرب؟ راهي تجي المركز صعب غضبان عليا ما تكلم ما تحوس عليا. سبحان الله العظيم ياسمين ما تكلمش معك حتى هي بدلتها المدينة. انا ما تبدلتش.
وين راحت؟ كنت نمشي من المدينة للبلاد مرة ولا مرتين في الشهر، وكل مرة نلقى الدار عامرة، ولو كان اليوم عندي شي مفتاح هذا الدار ما ندخلهاش. على بالهم باللي رجعت من الصفر وخرجوا. ما خبرت حتى واحد. ما يطولوا شوي يرجعوا، انا نروح اعطي هذا اللي يسحب. مازال هذا وزيد جابك ربي خير ان شاء الله. الحاج البشير خبرني بلي عطاك صندوق. ايه يما بعثت لي صندوق جدي الله يرحمه. لو كان تشوف، لو كان بحر المفتاح يلزم نكسره باش يتحل. هو وصلتني قالت لي الفراك اللي تربحو اغلق عليه في الصندوق. بصح انا الله غالب. قلت انا نخبي فيه واحد الامانه عندي. وعلاه؟ دار واسعه وانت السنة. فهمك جبت هديه لياسمين، النهار اللي تربح السباق نعطيها لها، اذا خليتها في الدار يما هاك تعرف. خبرتني زينب باللي حتى زين ما نحبش تسمع. عندك الحق. اصبر عليا 5 دقائق روح جيب الامانه. شد صح. مسكين السي المختار دارت عليه مرتو اختو وزادت حتى نسيبتو، وكان يسمع باللي خلى امانه في صندوقي. ايه راك بحق. اسمح لي سي المختار تعبت قعدت في بلاستيك. سي المختار انا قلت له كنستناو ياسمين ندوها معنا. ياسمين راه في حطها في النادى يمشي. عزيزتي فريال، لقد رتبت البيت وارغمت امال على الذهاب للمدرسه، خذي بالك منها إنها جد حزينة زينب. يا ربي زينب راهي تقول بلي أمل راحت المدرسة وراه سألتني عليها. وين تكون راحت هادي؟ وين؟ الو الو بابا. فريال اش راهي امل؟ معناها ما راهيش عندك. لا وين راهي؟ اسمح لي بابا بصح نروح نشوف عند الجيران بالك تكون عندهم. استني استني ما تقطعيش. تعرفي اهل ياسمين مليح؟ وعلاش؟ ما نعرف حسب ما سمعت ذاك السي مراد كما يسميوه راه يبحث على معلومات عليهم. شنو؟ هي ما لا يكونش ما صار لهم وامل راهي عندي ياسمين. بابا اسمح لي انا نقطع باش نكلم زينب. خبريني راني في البيت. ايه ما عليه بقى على خير. الو زينب. فريال امل راهي عندكم؟ لا ما دخلتش. ما لقيتهاش في الدار. وحبيبتهم راديه راهي تقول باللي امل وياسمين وهنا وحده فيهم راحت للمدرسه اليوم. ها ويليك شما صار؟ انا هذا وين دخلت للدار راهي فارغه. شوفي زينب يرحم بابك غير تدخل ياسمين خبريني ولا ايه نخبرك. بقى على خير. حبيتي تغلبيني دوك نشوفي.
أمل على سلامتك، مرحبا بك. أي هنا هنا أنا تاني راني نحوس عليها. مازال ما دخلت. هوا تكون دخلت بصح عاود خرجت مع يما وخوها، بصح ما على باليش وين راحوا. تحبي دخلت تسناها؟ بالسيف عليا ندخل نسناها تحبها. لا بالسيف. على بالك مديرة زعفت البارح قال كلماني هانا ربي معاها مسكينة باباها يعاود الزواج وتقبل. وكيمها عاودت الزواج شعملت سكتت؟ كانت صغيرة أمل كيف كيف على هذيك اللي تبدلت. صح لمني فت كانت هايلة، ماما كانت تقول لي مشي معاها بصح اليوم قالت لي غير بعدي عليهم. على كل حال شهر رمضان وحدة ما تدوس مع الأخرى. معلوم الصيام والبعد حقا كملتوه. انا قالت لي ياسمين ما نتكلموا عليه حتى واحد حتى نقدموه. وانتوما؟ احنا كيف كيف. يما انا نشوف شكون اللي تربح ان شاء الله. وين راحوا هادو؟ انا قبل ما نخرج نخلي ورقه لماما باش هكذا تعرفوا وين راحت، وهي تعمل واش تحب، واحد ما يتخرحوا فيها واحد ما يحكم فيها. تشوفي كي يجيو نفهمهم. ان شاء الله برك ما يتعطلوش باش ما تحيرش عليا ماما. تحبي نعملها تليفون؟ لا 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 نزيد شويه ونشوف. نسيت حاجه مهمه. شوفي هاني يعني في بيتي عندي خدمه نعمل. روح معلش. عليهم تليفون ما يمشيش حاطين الشبان ما قلناش. تليفون مقطوع شحال مره نقول لهم خلصوه. حتى البورطاب تاعي نسيتو في المكتب وراح الحل. شنو نعمل انا دوك؟ خليها تسمع. نشوفك الدور كالنحلة. هاي ازرع ينبت وهكا ينول. اما لا توحشتني. شوف داري تشرب القهوة بالوقفة وتجري تخرج من دارك. واليوم واشنو في شتا ولا المكتب غلق؟ وكلام دابا كنروح. لا لا حاجة 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 هاد القاعدة راك تشوفيها شوية تسوى الدنيا وما فيها. قولي راني حاسة بيك شوية مقلق. تحبي تعرفي علاش؟ إذا نقدر نساعدك قولي. ساهل تقدري.
نروح نخطبوه في ريال. نخطبوه؟ ياه. وش رايح تخطب في هذاك؟ وشنو؟ يا اخي راكم متفاهمين. بصح لازم بطعة حلوة، نوار، خاتم. ايه والحنة والعرس والطبق والصالة والمسامع وزيد الزرناجية. ولا واش قلت؟ دارنا تكفينا. تكفي، ما راش ندير عرس كبير انايا، عشيوة وخلاص. الحمد لله انا عند بالي فريال تلبس الربا البيضة وبنتها تشد لها الفوال كيما رانا نشوفو. بركاي ما تمسخري، بركاي ما تمسخري. شوفي انا العشية تليفوني لبابا دارها قبل اخر الاسبوع يفرات. وبنتك قلت لها؟ قول لهاش من بعد الخطبة ونقول لفريال تبعد بنتها كيف كيف. هاني خبر ونجدي روح. سوت صعب هذيك جميلة، كلات لي كامل دراهماتي. هذه كتبة، هذا بيض، وكي ضربت له الخفيف ماشي ليه اللي فات. نحط قافل هذيك في الريال. راكي تشوفي لو كان جيت نعرف نركب كيما هما. امل عجبوك؟ ياسمين راكي هنا ما شتينيش. ياسمين انا نغلبك، شوفي انا اللي نغلب. هذه رياضه، مش شاطر يغلب. والمغلوب يبارك له كيما يقول بابا سيدي، وكيما تقول ورديه الله يرحمها الخبار يجيبه توالا. الو الو سي توفيق. نعم. صباح الخير. صباح الخير. انا عمر. سي حميد تكلم لي عليك وقال لي بلي انت هو الاحسن. اخويا انا شويه مزروب، كنت خارج كاش ما تحتاج. يظهر لي عندك بزاف الخدمه. الحمد لله على هذا. شوف ما نطولش عليك، عندي طرف تراب 1500 متر، قلت انا تبني لي دار كيما بنيتها لنفسك بالذات. او تكون غلط، انا الدار تاعي شريتها كيما راهي ما بنيتهاش. قالوا لي بلي يعني قادر تبني دار كيما هي. تعرف داري؟ شفتها من برا عجبتني. وعلى هذا اللي يعني ممكن نزورها وقت اللي يساعدك. وليش لازم نزورها؟ نقدر نولي نتصور. السي حميد شوقني وزاد كمل عليا لونتربرونور المهدي. مادام مهدي لونتربرونور حبيبك يتسمى راك حبيبنا، مرحبا بك الوقت اللي تحب. حدد لي موعد نروحو نشوفو التراب ومن بعد نتكلم. شوف كل يوم الاربعاء العشيه راني في المكتب، هاني تم. هاني نكون عندك. مع السلامه. مع السلامه. هات نعمي يا خالتي تنعمي، صار الدار شريتيها بدراهم المرحوم. من بعد نشوفو عمر. ما يكونش شكيت. مستحيل. مستحيل مستحيل. شكون كان يقول انا نفكر نعاود في الزواج؟ صح وعلاش؟ واش يخصني؟ علاش نعاود الزواج؟ عندي دار، خدمه، بنت الله يبارك كنز، وان شاء الله ربي يلحق يفرج عليا نشري طوموبيل. وانا بصح كي تكبر امال وتزوج ان شاء الله وانا ناخذ تقاعد.
نعيش وحدي من هاد الحيوط. لا وبالك تصيب وليد ناس اللي يخليني نعيش معهم في الخير ولهنا. يا اخي فريال يا اخي مهبوله، هكذا تقوم القيامه بينك وبين سيبك؟ لا لا، انت في دارك وبنتك في دارها. صباح الخير امه. خير وعافيه. وهذا نروحوا باش نخرجوا. وين راهم؟ كانوا تزين ما لقيتهاش، وياسمين قالت لي شربت قهوتها وخرجت. راحت عند خدام عند بنات نساء. يا بنتي لا راحت تخدم، خدمت النهار ما فيها عار. وزيد نقول لك راهي معاونتني في المصروف. حتى هي ما تاكلش غير شويه. لالا ياسمين غزلتني حتى عطيت لها الكارني دفامين. وانا خايفه لا تقطعوا ولا توضروا. اشرح لي فيه حتى ويقول لي ما شفت ما ريت. يلا يا ام غولي هكذا باش تقضي تبدلي حوايجك ونروح. وهذا واش هو تاني؟ ولو كان كش من واحد يشوفك ويخبرو ها كيف نديرو؟ اما راح الحال وزيد بزياده هو هاد اليومين تاع الغيبه تاعو مخيط المدينه طول عرض. اه يا بنتي راني عيانه مانيش قادره نمشي. اما الصباح راح نحرك هذوك السويرتات اللي سرسبتهم له ومن بعد ندوزو عند دونتيستا. يا عتيقه يا بنتي فمك زين، الفم اللي دخلو كله براب. معليش اما ندير سنه ولا زوج تاع الذهب. وراهي قالت لي الجار هاي قالت لي بلي تعرف وحده دونتيستا ايه تخلصيها غير بطريف. هاي لا هكذا ايه مالا يلا غاولي هكذا باش ندوزو عليها تعطينا لادريسه ونروحو. شوفي عتيقه نقول لك ونعاود لك من عند الطبيب للدار وتحكمي رجلك على الخرجه حتى يرجع راجلك. هي عليك امه نسيتي نسيتي بلي قال لي سي مختار كي تخرجي مع امك روحي وين تبقي. يلا غبلي غبلي امه. ولا نقول لك امه بدلت رايي ندير وحده فضه وحده ذهب اليوم. يا امه غبلي 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 امه غبلي باش روحي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي يا ربي كيفاش نعمل مع هاد الطفله لما نبكي ولما نفرق دموعي. يا ربي وش نعمل. نتزوج بالتوفيق بابا يفرح كيما قال هو يفارق الحياة وهو مهني. بصحة وأمان. يا ندمتي وكان غير عاود الزواج كي كانت صغيرة هكدا على الأقل مقعدش محيرة. لا لا ربيتها وكبرتها بلا نرفازة خير. واليوم لازم تفهم وتقبل بالتوفيق كأب تاني. أب تاني خدعتها خدعتها كيما خدعني باباها. قلت لها بلي الله يرحمه كان مليح معايا كان يعزني. واليوم حبيت ندخل في راسها العكس. يا ربي يا ربي واسترها من الصدمة. الصدمة نعرف معناها. زوجت بابات أمل وأنا صغيرة متفائلة ظننا بلي معاه راح نشوف الجنة وفي الأخر جحيم في جحيم. استغفر الله وشكون يضمن لي بلي التوفيق ما يتبدلش كيما تبدل بابات أمل وحتى إلا هو ما تغيرش
شكون يسلكني من يماه ولادو؟ واش نعمل يا فريال؟ واش تعملي؟ واش نعمل يا ربي؟ واش نعمل؟ لما تكلموا عليك الاصدقاء ظنيتك شاب طموح حاسب روحه، فاذا به اكتشفت شاب عاقل وتعرف وين تحط رجليك. الله يسلمك. كاد عليك ومثلي. انا قبل ما تجيني المكتب عند بالي نطيح في انسان هذوك اللي عندهم المال بزاف يحبوا يبنيوا عماره هكذايا والصالون والصالون كبير قد الملعب. ابني لي الدار تشبه تماما الدار هذا مكان. واش نبيع لك الحوت في البحر؟ ما استمشتهاش. شحال مره جيت منت ونقول لك كل ما نجوز قدامها نتمنى تكون ملكي، ولا راك باغي تبيع راني مستعد. يلا روحوا اتفضل. هاي شوفي مامي مات ياسمين هايله حتى بابا حاس ملاح خساره يخدم مع هذاك. تعرفه مليح؟ ايه خدم معايا عام. جميله عندها محكات لها انا عليه. ما عندك حاجه فيهم انت الفايده كي تخدمي مليح مع ياسمين. اذا كملنا هكذا نكونوا الاوائل. خساره لي بابا ما حبش يسجلني معاه في الفروسيه. يا شاهيناس اقراي وخدمي وشري طوموبيل والعود خليه لهنا وياسمين. صدقيك مامي حلي يخليني عند ياسمين في العيد الكبير. قلت له مزاف زيدي قولي له هكذا كنكمل بحتاي كما يلزم. وزيد في العيد الصغار رحنا للبلاد. او ماني وقيلا تبطاي عند الطبيب. انا نروح عند ياسمين وانت لحقيني. روحي عند ياسمين وما تبطايش. تعرفي بابات يزعف ويهمك تخلص. فعلا سلامة ردي بالك على روحك وما تبطايش. ها ها تفضل شوف كيف مدح وبعدنا للدار بابا كيفهمك. الزوجة الأولى هاي لك مام. والثانية شكون هادي؟ حواء. هي معنا ماما مسكينة. بابا هبل. واش مطران؟ لا لا بابا مزوج بزوجة نساء. جيبوا نهار كيف أخذهم.